مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه البيضاء. واكيد كل صباح كنديروا الاجواء كيف كتكون خصوصا مع شهر رمضان. كيف ما كنعرفوا بان الصباح كيكون زحام بزاف، ترونسبورت لي للاسف الشديد، الناس اللي غادي لخدامهم، الناس اللي كتمشي كتوصل وليداتها. كتشاهدوا مشاهدينا الكرام حنا مازال مواصلين معكم في هذا البث المباشر، كنقول لكم الاجواء على المباشر كيف دايره اليوم الصباح خصوصا مع شهر رمضان المبارك. مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، وصلنا الى نهايه البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.